على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. وكل امرئ يوما إلى الله راجع، فيسأله عما أضاع وما أتى، فيسأله عما أضاع وما أتى. وكل امرئ يوما سيجني حصاده، فسل كيف تجنيه ولا تسأل متى. لح الله فينا واعظين كلاهما، حكيم فذا نطق وآخر صامتا، حكيم فذا نطق وآخر صامتا. فهذا كتاب الله بالحق ناطق، وذاك هو الموت الذي يرهب الفتى. كفى بهما والله للمرء واعظا، فمن لم يفد من وعظه كان ميتا. على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. وكل امرئ يوما إلى الله راجع، فيسأله عما أضاع وما أتى، فيسأله عما أضاع وما أتى. وكل امرئ يوما سيجني حصاده، فسل كيف تجنيه ولا تسأل متى. لح الله فينا واعظين كلاهما، حكيم فذا نطق وآخر صامتا، حكيم فذا نطق وآخر صامتا. فهذا كتاب الله بالحق ناطق، وذاك هو الموت الذي يرهب الفتى. كفى بهما والله للمرء واعظا، فمن لم يفد من وعظه كان ميتا. على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. وكل امرئ يوم على قدر نيات الفتى يرزق الفتى، ولا يحصد الإنسان إلا الذي أتى. وكل امرئ يوما إلى الله راجع، فيسأله عما أضاع وما أتى، فيسأله عما أضاع وما أتى. وكل امرئ يوما سيجني حصاده، فسل كيف تجنيه ولا تسأل متى. لح الله فينا واعظين كلاهما، حكيم فذا نطق وآخر صامتا، حكيم فذا نطق وآخر صامتا.